دعوة نبينا نوح عليه الصلاة والسلام لقومه عاش آدم وحواء على الأرض موحدين لله تعالى وتكاثروا وأنجبوا الأبناء بمرور الوقت بدأ الناس يخطئون ويعبدون غير الله تعالى فعبدوا الشمس وعبدوا القمر والنجم والكواكب وفي نهاية الأمر نحتوا أصناما بأنفسهم من الحجارة وصاروا يعبدونها ويسجدون لها فاختار الله تعالى من ذاك القوم رجلا اسمه نوح يدعوه إلى عبادة الله الواحد ويتركون الأصنام وعبادتها ويرجعون عن ذنوبهم وآثامهم التي يفعلونها دائما. كيف كانت استجابة قوم نوح لدعوة نبيهم؟ رفض القوم أن يستمعوا إلى دعوة نوح عليه الصلاة والسلام ولم يتبعه سوى الضعفاء من القوم والفقراء الذين وجدوا في دعوته أمانا لهم من ظلم الأغنياء والأقوياء. ولكن نوح لم يستسلم أبدا بل بقي بيدعوهم إلى الله الواحد في كل حين حتى إنهم صاروا يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلامه فصار يدعوهم بالإشارة إلى توحيد الله فأصبحوا يضعون ثيابهم على وجوههم حتى لا يروا إشارته أبدا ووصل بهم الأمر في النهاية إلى أن يطلبوا منه أن ينبذ الفقراء ويخرجهم من القرية ويعبدهم عن الدين فإذا فعل ذلك آمنوهم ولكن رفض نوح عليه الصلاة والسلام طلبهم ذلك فدين الله ليس للأغنياء وحدهم بل هو لكل الناس أمر الله لنوح عليه الصلاة والسلام ببناء السفينة طالت دعوة نوح عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن من القوم إلا من أتبعه في البداية فجاء أمر الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام ألا يحزن من تصرفات قومه وعليه أن يبدأ ببناء سفينة كبيرة جدا وعلمه الله كيف بنائها لأن نوح عليه الصلاة والسلام كان أول من بنى سفينة على الأرض وصار القوم كلما رأوا نوح عليه الصلاة والسلام يبني السفينة يضحكون عليه ويستهزئون به فلما فرغ نوح من بناء السفينة أمره الله أن يركب فيها وهو وجميع الناس الذين آمنوا معه وبعض الحيوانات والنباتات كيف عاقب الله قوم نوح عليه الصلاة والسلام كان نوح عليه الصلاة والسلام ينذر القوم دائما من عقوبة الله لأن الذي لا يؤمن بالله ويعصيه ستناله العقوبة في يوم من الأيام ولكن القوم لم يسمعوا منه أبدا فكانت عقوبتهم أن أغرقهم الله في الأرض فأمر السماء أن تمطر كثيرا وأمر الأرض أن تنفجر الينابيع منها فغرق كل القوم ما عدا نوح عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه. ما هي الدروس التي تعلمنا من هذه القصة النبي نوح مع قومه؟ لقد احتوت هذه القصة نوح عليه الصلاة والسلام كثيرا من العبر والدروس التي يستفيد منها المسلمين ومن تلك الدروس يجب على الإنسان يطيع الله حتى لا يعاقب في يوم من الأيام. يجب على الإنسان يتحلى بالرحمة فللحيوانات حق في العيش كما للإنسان ولذلك أخذ نوح في السفينة الحيوانات مع البشر. يجب عدم التفريق بين الغني والفقير فكلهم سواسية عند